شوفوا لا صحيح كاين تخوفات كبيره من المواطنين، نقول لهم ارواحوا لقحوا باش نحافظوا على سلامه صحتنا وصحه جميع العائلات تاعنا. وجه نداء لجميع المواطنين انه هذا الفاكسان هو الوسيله الوحيده اللي حمايتهم من هذا الوباء. احنا الولايه كنا من الولايات الاولى المصابه، وبالتالي احنا رانا من الولايات الاولى اللي رانا باشرة عمليه التصحيح. ان شاء الله العمليه راح تكون متواصله في الايام اللاحقه. سوي كونتون، راني فرحان بروحي بزاف، ونشكر الدوله الجزائريه اللي جابت لنا هذا الفاكسان.